سهلا. مرحبا مجد، كيفك؟ منيح. اهلا وسهلا. سهلا، مبروك ان شاء الله. اهلا وسهلا، شرفتوا يا هلا. اهلا وسهلا. الله يبارك. شو وين عصمان؟ يا هلا عصمان. عم السيارة جا. عصمان اهلين حبيبي. عصمان انا ناطرك من زمان يا. وهي انا جيت يا. أنا رح أطلع أشوف أمي، وأنتوا لو سمحتوا فرجوا حتمة بيك وضيوف على طاولتهم. ماشي يلا تفضلوا معي. تفضلوا. حكمة وقرايبينه وصلوا أمي، صاروا هون. شو رح أعمل هلأ؟ أنا كتير توترت. اهدي جميلة، لا تتوتري. مو لازم نحط صحن رز على طاولة سهريك؟ ايه صبي لهم رز الله يخليكي، وخذي لهم اياه. بس الحمصات لسه ما استووا، راح اروح اجيب كم قطعه حطب، النار تحتهم كثير خفيفه. ما ضل حطب كثير، صار لازم نجيب كمان. الله يوفقهم ويتمم على خير. شو هالمصيبة هاي؟ وليه شو هالمصيبة؟ نيفين تيتا شو عم تعملي هون؟ تعال شوي بدي احكي معك كلمة. شوفي شو هاد؟ هاد مسدس احمد كان مخبي هون. وشو رح نعمل هلا؟ خليكي هون تيتا. ثانية لو سمحت. لمين المسدس؟ هاد لأحمد، هو حطه هون وقت كان متخبي وتيتي لقيته. شو نعمل؟ رح أخده. دخيلك يا ابني، انتبه لا تحطه بعبك، بلكي صار شي. لا ما رح يصير شي، ما تخافوا. Thank you.
الحال. شكرا. اجتمعنا اليوم بناء على طلب رسمي تقدم للمحكمة مشان نكتب كتاب السيد حكمة كارجي وجميلة كرابوغا، ورح نبدأ المراسم بوجود الشهود والعروسين اللي قدموا الطلب. حكمة بيك، من دون ضغط من حدا على حضرتك وانت بكامل وعيك وبرغبة من حضرتك، تقبل الزواج من الست جميلة كرابوغا؟ بقبل. جميلة خانم، من دون ضغط من حدا على حضرتك وانت بكامل وعيك وبرغبة من حضرتك، بتقبلي الزواج من السيد حكمة كارجي؟ جميلة خانم موافقت على الزواج من حكمة بيك، موافقين تشهدوا على الزواج؟ موافقين أكيد. بموجب السلطة الممنوحة إلي من القانون بعلنكم قدام الكل زوج وزوجة، ألف مبروك.